في صباح مبكر بارد ينطلق ملك الثعابين في رحلة. إنها غابة قديمة تعج بمخلوقات كبيرة وصغيرة الحجم، مثل ثعبان الكبرى الملك بحد ذاته. الكثير من الطيور التي تحوم في المكان معرضة للانقراض، لكن في هذا الصباح الأدغال تنبض بأصوات الحشرات والطيور. أبو منقار الهندي يطعم بدقة عائلته المخبأة في العش الموجود تحته. من خلال كتاب غابة العالم هذا يطوف الملك مسافات كبيرة، وعلى الرغم من تحركاته الهادئة المحيطون به يستشعرون دائما بعبور الملك كوبرا الذي قد يكلفهم حياتهم. وعلى الرغم من الضجة التي يتسبب بها وجوده، عالمه صامت بمعظمه، فهو يسمع فقط أعمق همهمة ويشعر بوقع الأقدام الثقيلة للفيل القريب والتحركات الحادة والواضحة لهذا الثعبان الذي يجلب الموتى بلدغة واحدة فقط. لكن الملك قد يهجم على وحش كهذا فقط للدفاع عن النفس، لأنه يتغذى على الثعابين. ومع ذلك فإن الثعابين تبقى حذرة. أما اليوم فإن الملك ليس مهتما حتى بالثعابين، وهو يبحث عن شيء آخر، شيء مهم جدا. بصره أفضل بكثير من معظم الثعابين، لكنه لا يرى اللون ويلاحظ فقط الأجسام عندما تتحرك، كما يشتم الهواء بلسانه. هذه الحاسة حادة ويمكنه استخدامها للعثور على المياه، وهذا هو بالضبط ما يبحث عنه. اليوم المياه هي أمر بالغ الأهمية، وخصوصا بالنسبة للملك الذي على وشك سلخ جلده، فهو يحتاج إلى سائل إضافي للمساعدة في فصل جلده القديم عن الجديد. إنه وقت غير مريح لملك الكوبرا، وجلد جديد هو قيد التشكل تحت قشرته الخارجية. لذا يجدر به إيجاد مكان للاختباء إلى حين موعد السلخ. الملك غير معتاد على حالته الصحية الهشة. إن المدة الزمنية غير محددة، لكن وأخيرا وجد جحرا، ولا ترغب أي من مخلوقات الغابة تقاسم هذا المكان مع الملك. خلال الأيام المقبلة سوف يبقى هنا نزق ومتوتر، يشعر بأية حركة قريبة. حتى التسكعات غير المؤذية للسلحفاة تزعج الملك. لقد أصبحت عيونه غائمة جراء إفراز يساعد على فصل جلده عنه، وعلى الرغم من عماه النصفي وضعفه فهو مستعد دائما للهجوم.
عندما تبدأ عيناه بالبروز مجددا يشير ذلك إلى أن جلده الجديد قد انتهى نموه. لقد عاد الملك، لكن لابد له من سلخ قشرته القديمة. إن جلده المنهك ضيق ويثير الحكة، وبينما يفرك ويدلك للتخفيف من انزعاجه تبدأ قشرته الخارجية بالتحسف. إنه تحول ملحوظ، حتى الأنياب والأسنان وأطراف لسانه يتم استبدالها مرارا وتكرارا خلال حياته. عندما ينسلخ الجلد حول عينيه يبدأ برؤية الأشياء الموجودة في عالمه بوضوح. بطول 366 سنتيمترا ومع استمراره بالنمو يجدر بالثعبان تحمل السلخ 4 أو 5 مرات في السنة. يعد جلده المنسلخ وجبة مثالية لأصغر مخلوقات مملكته. ففي هذه المملكة لا شيء يذهب هدرا. بعد مرور 10 أيام من دون تناول الطعام يتضور الملك جوعا. تؤمن الشجرة رؤية جيدة لتحديد موقع الفريسة، وبالنسبة لحجمه يعتبر الكوبرا الملك متسلقا رشيقا. الآن ينتظر ويراقب. هناك حركة في الشجرة تكشف عن مخلوق آخر جائع، إنه أبو منقار صغير. لقد رصد والده شيئا ما. يراقب الكوبرا الملك عملية الصيد المكشوفة. ثعبان متدل يعبر الفرع القريب. أصغر بكثير من أفعى الكوبرا. هذا الصياد الرشيق ليس من الصعب على أبو منقار اصطياده. فالأفعى تبدو شرسة قدر إمكانها. لكنه مجرد عرض شجاع، إذ أن سمها معتدل. لقد حصل أبو منقار الصغير على الجائزة، والملك سوف ينتظر أكبر وجبات الطعام. في الأسفل على أرضية الغابة ينطلق ثعبان الفأر للصيد. إنه واحد من أكبر الثعابين غير السامة في الهند. سريعة وشرهة، فقد تلتهم أيا من الثدييات الصغيرة. من موقعه يراقب الملك التحرك في الأسفل.
وهذا بالضبط ما كان بانتظاره. بصمت ينضم ملك الكوبرا إلى عملية الصيد. يتتبع ثعبان الفأر رائحة ما. لقد أوصله لسانه الحساس إلى الفريسة، وها هو الكوبرا الملك يسير في أثره. كما ثعبان الفأر يستعد للهجوم، يقترب الملك أكثر، وفي ومضة يهرب الجراب. والآن يصبح الصياد هو الفريسة. في مواجهة الموت المطبق، حتى الثعبان ذو 200 سنتيمتر لا يمكنه النجاة. ينفخ ثعبان الفأر حلقه ويخفض لسانه في تعبير عن الخطر، لكن هذه حركة عقيمة. إذ إن ضربة واحدة تسممه وتسحقه بقبضة. يرد ثعبان الفأر الهجوم، إلا أنه محكوم عليه مسبقا. في غضون دقائق يبدأ مفعول سم الكوبرا العملاق فيشل الفريسة، ويتوقف ضخ القلب، والرئتان تتوقفان عن التنفس، وتختنق الضحية. ويتكر ليس مجرد صياد فحسب، بل هو خبير بارز في ثعابين الكوبرا الملك، وكل عملية التقاط هي فرصة ثمينة لمعرفة المزيد عن هذا النوع بعيد المنال. لتدوين ملاحظات مفصلة عن الثعبان، يجدر بويتكر إخراج الثعبان من الكيس، وهذا لا يقل خطورة عن عملية الحصول عليه، لكن ينبغي عليه إخراجه للحصول على عينة من سمه. كمية السم التي يمكن لهذا الثعبان ضخها عبر أنيابه مذهلة. إن لدغة واحدة كافية لقتل 100 شخص. العملية لا تؤذي الثعبان، فسمه هو مجرد لعاب قاتل. إنها عينة جيدة. حسنا، فلنفرج عنه. أجل. الملك الكوبرا ينتج كمية غير محدودة من السم. حسنا، 1، 2، 3. قلة من الناس في الواقع يلدغون من الكوبرا الملك، لأنه ثعبان منعزل ويسكن في عمق الغابات. هذا هو المكان الذي يفرج فيه ويتكر عنه، بعيدا عن مزارع الشاي والناس. بعد لقائه مع الجنس البشري، يبحث الكوبرا الملك عن ملجأ. خليط من الغابات والأراضي المفتوحة. في هذا المنزل الجديد يوجد كل ما يحتاجه، المأوى والغذاء. لكن سيكون هناك أيضا كوبرا ملك آخر، والآن هو الوافد الجديد. بحذر يتسلل من خلال الأشجار المتشابكة. إنه يستشعر بشيء في الأعلى.
فهل هذا طعام؟ يلتقط لسانه رائحة مريبة. إنه الملك الكوبرا الآخر، لكن هذه المرة إنها أنثى. ربما وجد الملك ملكته. لقد وقفت على أهبة الاستعداد، فهي قد تكون مستعدة لرفيق، لكن لدغتها قاتلة، لذا فهو يتحرك ببطء. يحاول إغراءها، لكن يتم رفض مبادراته اللطيفة. متخليا عن سياسة التقرب الخفيف، يصبح أكثر جرأة، فلعل هذا سيثيرها. مع تباطؤ الأنثى في الرد، يصبح الملك بدوره أكثر إلحاحا. وأخيرا تبدأ بإظهار الاهتمام، مخرجة لسانها وممددة جسدها بالقرب منه. وأخيرا مع ذيولهما الملتفة يتزاوجان. إنها مهمة طويلة، فهذا العناق قد يستمر 3 ساعات. وكل منهما سيذهب في طريق منفصل، لكن الملك اطمأن على تركته. إنه شهر أبريل نيسان، موسم مزاوجة الأفاعي، والأمطار تقترب، فالغيوم تشير إلى وقت عصيب في الأيام المقبلة. مع نمو البيض في داخلها، تحتاج أنثى الكوبرا إلى تغذية أكثر بكثير الآن، ففي 40 يوما فقط ستضع حملها قبل هطول الأمطار الموسمية. إن ارتفاع الرطوبة يخرج جيلا جديدا من المخلوقات. ها هو أبو مطرقة يستشعر طريقه في أرجاء الأرض. يبدو أن الأنثى تتحرك ببطء أكثر فيما تستمر بيوضها بالنمو، ومن الآن فصاعدا ستصبح رحلتها مزعجة أكثر. في هذه الليلة المقمرة تبحث أنثى ملك الكوبرا عن مكان لوضع بيضها. يعتمد بقاؤها على اختيارها، إذ إن درجة الحرارة والرطوبة يجب أن تكونا معتدلتين حين يفقس البيض. تقوم بقياس عصا من الخيزران. إن خرمشتها تفزع الدلدل. ومن ثم يحدث شيء رائع،
فهي تبدأ بجمع أوراق الخيزران مع حملات كبيرة من جسدها. لقد بدأت ببناء الوكر. إنه إنجاز غير عادي لحيوان يقوم ببناء وكر، وأنثى ملك الكوبرا هي الأفعى الوحيدة التي تفعل ذلك. إنها مهمة مرهقة. فيما هي تعمل جاهدة، يبدأ الليمور البريد الذي يتسلق الفروع في الأعلى بالبحث عن الطعام ببطء ليلا. إنه يستشعر فقط بما يحدث في الأسفل. تستمر الكوبرا الملكة بتجميع الأوراق لعدة ساعات قبل أن تستعد للوضع. أصبح الليمور أكثر انتباها فجأة، فالخرمشة في الأسفل قد توقفت. الوقت هو بعد منتصف الليل، والكوبرا تضع بيضها. تبدأ البيوض بالابيضاض ببطء كما يجف غشاؤها. ستحتاج الأم إلى أكثر من الليل لوضع حملها من البيوض الجلدية. مع وضع 18 بيضة تدفنها الكوبرا تحت طبقة أخرى من الأوراق. هنا سوف تستريح. فيما ارتفاع درجة حرارة الشمس الهندية يدفئ الغابة مجددا. لم تنتهي واجبات الكوبرا الخاصة بالأمومة حتى الآن، ففي الشهرين المقبلين ستقوم بحراسة وكرها من الحيوانات المفترسة مثل النمس. هذا الصياد الصغير المقدام سيجرب حظه مع أي شيء قد يبدو صالحا للأكل. في مشهد من كتاب الغابة، إنها الكوبرا في مواجهة النمس سيء السمعة. النمس هو سارق البيض ذو سمعة سيئة، وواحد من المخلوقات القليلة المستعدة لتحدي الكوبرا الملك وجها لوجه. إن النمس الصغير المصر يغضب الكوبرا الأم. بارتفاع 90 سنتيمترا فوقه ليست بحاجة إلى الهجوم. إنها أوصلت رسالتها بشكل واضح تماما. في ظل هذه الرطوبة من أيام الصيف يبحث روم ويتكر عن أوكار الكوبرا في الغابات. إن العثور على أوكار الكوبرا الملك في البرية أمر صعب، لذلك كنت أقدم الجوائز، لكن على مدى 20 عاما رأيت 4 فقط. يظن الناس بأنه عندما تكون الكوبرا الملك في وكرها تكون من أخطر المخلوقات.
لكن ما يدهشني هو أنها تكون في الواقع خجولة ومتقاعدة، وما علي القيام به هو حثها على الخروج بلطف. أعلم أنها ستبقى في الجوار للمراقبة. هذه فرصة مهمة بالنسبة إلي لمعرفة المزيد عن هذه الزواحف. دعونا نفحص حالة البيوض. مع وجود الأم لحمايتها، بعض البيوض لم تتمكن من البقاء على قيد الحياة. هذه واحدة فاسدة. يوجد 18 بيضة، عدد منها لن يفقس أبدا. يا إلهي، يوجد علق هنا. من الأفضل أن تزيلها عن يديك. إنها لا تزعجني. ثلاثون فاصلة تسعة، ليس سيئا. لنغلق الوكر. عندما ينتهي الباحثون من مهمتهم، يعيدون البيض إلى مكانه ويعيدون بناء الوكر الذي شيدته الأم بعناية. وعندما يذهبون فقط تعود الأم، ومن ثم تستأنف مشاهدتها لمدة شهر آخر. إن الكوبرا الأم هي مجرد واحدة من التحديات بالنسبة للعلماء الذين يعملون في الغابات المطيرة. لقد تجولت في هذه الغابات على مدى عقود، ولكنني لم أتعرض أبدا لأي هجوم من أي حيوان ما عدا المخلوقات الصغيرة كالعث والقراد والعلق. انظر إلى هذه العلقة. حسنا، إنها تبدو دموية، إلا أنها لا تؤذي كثيرا. هذه واحدة سمينة، انظر إليها، السمك يأكلها. إن سحبها يشعرني ببعض الغرابة، وبطبيعة الحال تظل تنزف لساعات، لكنها ليست مؤذية. قريبا سيصبح العلق من آخر مخاوف أي شخص، لأننا في تموز يوليو والأمطار الموسمية وصلت بصورة جدية. إنها قادمة من المحيط الهندي، سوف تجلب ما يصل إلى 900 سنتيمتر من الأمطار في موسم واحد. سيختبر المطر المنهمر وكر الكوبرا الملك، وقد يستمر الطوفان لأسابيع. على الرغم من إصابة الوكر، إلا أنه خدم غرضها، فقد تحملت الأنثى وبيضها العاصفة. وبعد شهرين انتهى سهر الأم الطويل. الغريزة تخبرها بأنه يجدر بها التخلي عن الوكر قبل خروج الصغار، فهي أفعى من آكل اللحوم بطبيعتها. داخل الوكر تدب الحياة في بيوضها. تنزلق الأم لاصطياد أول وجبة لها منذ شهور، ويجب على الصغار الآن الاعتماد على أنفسها. مع أسنان حادة بالغة الصغر، يظهر أول ثعبان عبر الغشاء، ويتبعه الآخرون واحدا تلو الآخر.
قريبا سيتألق الوكر مع أكثر من كوبرا ملك مصغرة كاملة مع السم والأنياب صغيرة. وفي الساعات 24 الأولى تبقى الزواحف بالقرب من بيضها في حين تمتص غذاءها وتنطلق في العالم لأول مرة. على الأقل بدأت باستكشاف وكرها الخاص. بلغ طول الصغار 38 سنتيمترا فقط، لكنها بالفعل تتصرف مثل آبائها. إنها سريعة الرد على الحركة، تتصارع مع بعضها، ومن ثم غريزيا معظمها يغادر الوكر ويصعد إلى أعلى الخيزران للسلامة. في أسبوع واحد فقط بدأت واحدة من الزواحف بإلقاء جلدها لأول مرة. ستسلخ جلدها كل شهر خلال سنتها الأولى وتبدأ بالنمو سريعا. الآن يجب على الصغار الجائعة البحث عن أول صيد لها. إنها تراقب فريستها، ثعبانا مائيا صغيرا. في هذه السن بالكاد يستطيع صغير الكوبرا الملك صنع سم لقتل مخلوق كهذا، لكن طريقة صيده هي بالفعل خالية من العيوب، فهو ينفش أضلاعه ويصنع غطاء صغيرا مثاليا. مع أول صيد ناجح له يشق صغير الكوبرا طريقه ليصبح الملك القادم. في 10 سنوات يصبح طوله 380 سنتيمترا إن كان محفوظا، إذ إن الغابات في جنوب الهند آخذة في الانكماش، وفي مثل هذا العالم المتغير آفاق الزواحف لم تعد مؤكدة. ماذا سيحدث للملك الصغير؟ هل سينفى إلى عالم الأساطير ويذكر فقط في القصص؟ إلى يومنا هذا على الأقل هذه المملكة الصغيرة قائمة في الغابة الهشة لأنه هو الملك.